الغياب، بس مش معنى كده انك ما تهملش موضوع الغياب خالص. 10 الرسم لغة المهندس، ارسم كتير تتكلم هندسة كويس. الناس اللي بتخش الكلية وبتقول في اعدادي احنا ما بنعرفش نرسم ونكره الرسم، لا لازم تحب الرسم، والرسم حاجة سهلة وبسيطة محتاجة بس شوية ممارسة ومحتاجة شوية تخيل. 11 اشرح لاصحابك اللي تعرفه عشان يثبت في دماغك، وخليهم يشرحوا لك اللي هم يعرفوه. دي نقطة مهمة جدا، ان انت تشيل من نفسك حتة الغيرة او حتة المقارنة بناس تانية او الكلام ده. انت تفهم ان انت لما بتشرح لحد زي ما انت بتخدمه انت بتخدم نفسك، لان الشرح في الحالة دي بيثبت وبيبان النقط اللي انت فاهمها كويس والنقط اللي انت ما انتش فاهمها قوي بتبان ليك. وهو بيسألك اسئلة.